السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام حضراتكم بخير وبمناسبة شهر رمضان. دلوقتي هنعمل خلفية أو صورة لطفل ونبدأ نكتب عليه اسمه بمناسبة شهر رمضان. طيب خلينا نقول له كرييت، ده مايكروسوفت بينج، ونيجي هنا نقول له احنا عايزين خلفية لفتى مسلم صغير بيقرأ القرآن وخلفه هلال رمضان. ممكن فتى تخليها فتاة، يبقى في بنوتة صغيرة كده، ونقول له كرييت ويبدأ يعمل لك الصورة. خلي بالك ممكن اول مره يعملها غلط، فتديها له تاني تغير كلمه تشوف هو ايه الاختلاف لحد ما توصل اللي انت عايزه. يعني ممكن الفتاة تخليها ولد لحد ما توصل. طيب عملنا الصوره بالشكل دوت. طيب انا هجرب كده احط فتى مصري عشان يجيب الملامح، بس انا ما عنديش اي مشكله خالص الصور ديت، لكن هي الفكره كلها اشوفه هيفهمها ازاي. طيب لو قلت له اكتبه فتى مصري اسمه علي او حسن او كده، المشكلة ان هو هياخد الكلمة ويكتبها، بس هيكتبها بالانجليزي مش هيكتبها بالعربي. حتى الان ان هو يكتبها بالعربي مش بتظبط اوي، فهنلجأ لموقع اسمه كانفا، نختار بس الصورة اللي احنا عايزينها ونروح لكانفا نخليه يعمل لنا الصورة، فهو عملها لي بالشكل ده. طيب الصورة دي مثلا هي دي اللي انا عايزها. طيب لو انت عايز تعدل ممكن تقول له انا عايز اعمل لها ديزاينر، لا اخش على ديزاينر، او ممكن تعمل لها داونلود. عندك كومنت ممكن تقول له فيدباك. طيب خليني الصورة دي هاخدها واروح لموقع اسمه كانفا. الموقع ده خطير جدا، كانفا ده بتعمل منه تعديلات كتير قوي. احنا هنستغله بس دلوقتي ان احنا نكتب اسم الطفل عشان نفرحه. طيب ممكن اقول له بعد كده ان انا عايز اعمل صورة عادية خالص، ممكن مثلا نقول انها تبقى زي كفر. وناخد الصورة ديت خلينا نسيفها. ونروح لكانفا ونقول له اعمل ابلود للصورة، ابلود فايل. داونلود. نسحب بقى الصورة ونحطها هنا. عايزين نكتب بقى الاسم، فهروح هنا لتكست، اختار بقى الستايل اللي انت عايزه، وليكن مثلا الستايل دوت اهوت. هنيجي هنا بقى على الاسم ونسمي مثلا معاذ، وتقدر تغير بقى الستايل لو انت حابب. انت كده كتبت الحاجة، ممكن تغير الفونت وتغير شكل الكتابة وتكبره وتصغره زي ما انت عايز. يعني تخلي ده مثلا 30 مثلا بالشكل دوت. طيب هنا بقى الفونت ممكن تختار مثلا حاجة زي كده اهو. عايز تخليه مايل، عايز تعدل فيه، تقدر توصل لكل الحاجات اللي انت عايزها بالشكل دوت. عايز تخليه هنا 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 زي ما انت عايز. طيب الماس بتاع الصورة كنا عايزين نظبطه، فممكن نقول له ريسايز ونختار بقى كاستم سايز زي ما احنا عايزين اهو مثلا، فيبدأ ان هو يعمل لي سايز. طيب بعد ما خلصنا واخترنا الاسم وكل حاجة ودي ممكن نقصها، نروح على المشير ونروح مسايفين الصورة داونلود، تختار بي ان جي وداونلود، تروح مسايف الصورة زي ما انت عايز. تقدر تغير الاسم زي ما انت عايز، تقدر تعمل اكتر من صورة من خلال مايكروسوفت بينج، بيعمل صور كتيرة كويسة جدا، فتقدر تعمل صور مختلفة بسهولة.